مساء الخير حبيباتي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير حبايبي. طبعا اعتذر كتير على الايام اللي يعني مرقت، انا ما قدرت اجاوب اي اخت على تعليقاتكم الجميلة الحلوة وعلى معايدتكم الي، وكل عام وانتم بخير وكل سنة وانتم سالمين. وانا اكرر شكري لكل الخوات حبيباتي، تعرفون عيد وانا اول عيد بعمان فكنت ابدا مش فاضية. المهم حبايبي، اليوم وصفتنا وصفة كتير حلوة وكتير جميلة، ووصفة تنفع للبشرة، ترطيب، تغذية، للتجاعيد كتير حلوة، ان شاء الله تنال رضا الجميع. الوصفة حبايبي هي عبارة عن النعناع. انا هذا النعناع هون زي ما انتم شايفين، شو سويته؟ غسلته، جبته يعني من السوق ولقطته وغسلته وبعدين نشفته. النعناع كتير كويس للبشرة، ينعش البشرة كتير منيح. اذا حتى زيت النعناع سبق وانا عملته، تقدرون ترجعوا على الفيديوهات وراح تشوفون زيت النعناع موجود عندي بالوصفة، كتير حلو للبشرة. حبايبي الوصفة تبعتي اليوم زي ما قلت لكم كتير حلوة، مرطبة كتير حلوة، يقدر جميع انواع البشرة تستعملها الا باستغناء عن البشرة الحساسة او البشرة الدهنية، تقدر تخليها بس تقلل من نسبة الزيوت. اذا انا راح احط زيت يعني انتو تقدرون تقللون، بدل ما اقول مثلا ملعقة شاي انتو نصف الملعقة تقدروا، او تقدروا بحالة تستغنوا عنها. اي الليمون كمان، انا هون راح استعمل الليمون. الليمون هو كتير كويس، ينظف البشرة من الاعماق ويقتل البكتيريا، وبنفس الوقت فيتامين سي، وكمان حبيبي حبايبي يبيض البشرة. الوصفة زي ما قلت لكم ان شاء الله تكون برضا الجميع ومتوفرة لجميع الخوات. راح تاخذون ورق النعنع وتطحنوه بعد ما تنشفوه، تطحنوه بالمطحنة تقريبا نقول ملعقة، هيكون زي ما شايفين. بس اشوفها قديش طلعت عشان يكون حسابنا تقريبا حبايبي ملعقة وسط من انا هاي اللي انت بعتي اقل من الوسط، ملعقة وسط من مطحون النعنع، بودرة لازم يكون حبايبي. النعنع زي ما قلت لكم كتير حلو للبشرة، كتير منيح. طيب شو راح نحتاج كمان مع النعنع؟ راح نحتاج حبايبي الى قليل جدا من، بس اطلع شيء شويه اكبر عشان اقدر اتصرف فيها، من هاي صغيره. وراح نحتاج حبايبي للنشا، النشا كتير كويس للبشره، هو كمان مبيض للبشره، كتير حلو يشد البشره كمان. راح ناخذ زي ما انتم شايفين ملعقة وسط، انا هاي جت شوي اقل من الوسط، ملعقة وسط من النشا، ملعقة وسط من النشا. راح نحتاج تقريبا ملعقتين اكل من الماء الورد، بحالة اي اخت ما عندها ماء ورد او تتحسس من عنده او اي اشي يعني مو ضروري، تقدرون تخلون الماء العادي. طيب وراح تخلطوها، بحالة احتاجتوا مي لازم تخلوا المي. طيب لنشوف، انا مثلا صارت هيك زي العجينة، راح نحتاج شوية مي، نخلي شوية مي مش كثير لان راح نحتاج هون الليمون كمان، والليمون ضروري بهاي الوصفة. زي ما انتو شايفين حبايبي انا هيك خلطتها مع بعض. طيب هسه هون حبايبي راح نحتاج للليمون، الليمون ضروري جدا بهذه الوصفة. انا راح اخليها بحمام مائي زي ما انتو شايفين، ماء سخنة، هو هذا حمام مريم اللي دايما احكي لكم عنه. هيك حبايبي. وشو راح نحتاج كمان معاه؟ راح نحتاج معاه قليل من
الليمون، طلعوا يعني تقريبا ملعقة أكل من الليمون. الليمون ضروري زي ما حكيت لكم، بس إذا أكو خواتي يتحسسوا منه ما بينحرموا من هاي الوصفة، كتير حلوة هاي الوصفة للبشرة. أفضل إنكم، أنا يمكن عشان إن شاء الله يصير معي، لأن أنا حطيت حمام مائي، ما بدي أطول الفيديو، لازم بحمام مائي عشان كله يتجانس مع بعض ويصير شكله مثل الكريمة، بيصير شكله مثل الكريمة. أنا بتقصد أريده مثل الكريمة عشان يتمد البشرة بسهولة. راح نحتاج حبايبي إلى زيت، أنا هون راح أحط زيت لبان الذكر. اللي ما عندها زيت لبان الذكر حبايبي تقدر تحط زيت شجرة الشاي بضع قطرات، لأنه يكون مركز زيت من شجرة الشاي، يعني 3-4 نقاط من زيت شجرة الشاي، أو زيت جنين القمح كمان تقدرون تحطون 4-5 نقاط، أو مثلي أنا لبان الذكر. لبان الذكر أنا راح أخلي تقريبا ملعقة صغيرة طيب من لبان الذكر. شايفين أنا قصدت أطلع لبان الذكر وهو هيك، شوفوا أنا منتهي عندي هيك، ما راح أستغنى عنه لأن هيو لبان الذكر موجود. راح أرجع أزيده من زيت من زيت الزيتون، وراح أقدر أستعمله بعد أسبوعين أو 10 أيام، يعني ما بنرمي البقايا. هيك حبايبي راح أخلطه كله مع بعض. أنا راح أحاول أحطه بحمام مائي أو بالميكروويفلا عشان ما أريد الفيديو يكون كتير طويل، وأورجيكم كيف يكون قوامه، وراح أرجع لكم. وهين رجعت لكم حبايبي. لازم تخلوه زي ما حكيت لكم بحمام مائي حبايبي. راح تكون إذا احتاجيتوا مي تقدروا تحطوا مي، احتمال شوفوا أنا معايا كلكع بس ما راح يأثر، تحطون مي. حاولوا انتوا لا تخلون يخلون كلكع، لان انا صراحة نسيت شوي، انتهيت احكي مع ابني ويعني ما انتبهت عليه. المفروض انتوا كمان تنتبهوا، بحالة صار زيي تقدرون تحطون قليل من المي وتعملوا. هاي الوصفة كتير حلوة زي ما قلت لكم للبشرة. تقدروا حبايبي تخلوها لحد ما تنشف، بعد ما تنشف تغسلوا وجهكم، وبعديها يا ريت بقوالب الثلج إذا كانت عندكم قوالب ثلج تبعت نعنع، قوالب ثلج تبعت ماء الورد، أي قوالب ثلج أو بدون أو بس بماء الورد أو ماء بارد للبشرة، راح تنتعش البشرة، راح تحسوا هيك بانتعاش كتير حلو. هيكم أنتم شايفين كيف صارت هيك، طلعوا شكلها كريمي. راح تاخذون هيك وتمدوها، طلعوا تدوها كلها بالكامل حتى تحت العين. شوفوا انا عندي هون كلكع بس ما راح تاثر، تقدروا انتوا تسوون فيها تمدوها براحتكم تحت عينكم زين. هي تقدروا تسيبوها فتره قد انتوا اللي حابيها، تستعمل تحت العين، تستعمل على الرقبه، على الايد، على كل البشره. وصفه كتير حلوه وانا متاكده راح تنال رضاتكم زي ما نالت رضاتكم كل الوصفات السابقه اللي انا عملتها. تقدرون كمان حبايبي تضيفوا فيتامين اي، فيتامين اي كتير حلو بهاي الوصفة كمان، راح يعطيها للبشرة تغذية عميقة كمان. انا هون استغنيت عن فيتامين اي وحطيت لبان الذكر، لان لبان الذكر سبق وقلت لكم انا كولاجين للبشرة. هيك حبايبي انا خلصت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى من عندكم حبايبي انكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك، ودائما تفعلوا الجرس عشان يوصلكم من عندي كل جديد، ومع السلامة.